مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا رغد وهي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن حقيقة وفاة إيفا في حرب أوكرانيا، ويلا خلونا نبلش. إيفا هي أحد أشهر الأبطال السابقين في قناة أميغوس فوريفر أرابي، وإيفا كانت تعتبر أهمها الأبطال وكان بيتابعها جمهور كبير جدا على حساباتها الشخصية. لكن إيفا كانت من الأبطال اللي فجأة بيظهروا وفجأة بيختفوا، يعني يوم تظهر بالقناة ويومين تختفي وما تظهر. فالمتابعين كانوا متعودين على هيك إشي، لكن فجأة اختفت فجأة أكثر من ما يقارب 9 أشهر، يعني قريب السنة، وتوقفت عن الظهور في القناة بشكل دائم، وأصبح أبطال تانيين ياخدوا دورها في هالتمثيل. لكن الأغلب بلش يتساءل عن سبب اختفاء إيفا، وخصوصا إنه إيفا أوكرانية الجنسية وتقيم في أوكرانيا، وهذا الشيء هو اللي أقلق المتابعين أكثر. فحكوا إنه هل يا ترى إيفا قتلت بحرب أوكرانيا وروسيا؟ وبلشت الإشاعات بالانتشار بأنه إيفا توقفت عن الظهور عن القناة لأنها توفت في الحرب. لكن حقيقة إيفا ما توقفت بالظهور لأنها قتلت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأنها فعليا الحرب أثرت عليها نفسيا، لكن فعليا ما قتلت. وأثرت أيضا الحرب عليها بالتصوير في القناة بشكل كبير، لكن حقيقة إيفا لم تقتل بحرب روسيا وأوكرانيا، وهي توقفت عن الظهور بسبب انشغالها بالسفر والدراسة وبعد مكان التصوير عنها، وانشغالها بأهداف ثانية كانت حابة إنها تحققها. لكن الإشاعات ما توقفت عن الانتشار، فظهرت مجموعة من الإشاعات اللي بتحكي إنه صارت مشكلة مع إيفا في القناة جعلتها تتوقف عن الظهور فيها. والإشاعة الثانية اللي حكيت لكم عنها إنه هي إيفا توفت في حرب روسيا وأوكرانيا. والإشاعة الثالثة حكت إنه إيفا توقفت عن الظهور في القناة لأنها فعليا صارت مشاكل بينها وبين أصدقائها اللي كانت تتمثل معهم في القناة جعلها تصر على التوقف في الظهور والتمثيل في القناة. لكن فعليا كل الإشاعات اللي انتشرت كانت إشاعات خاطئة. فالإشاعة الأولى ما صارت مشكلة بين القناة وبين إيفا جعلتها تتوقف في القناة، فمثل ما حكيت لكم بفيديوهات سابقة إنه القناة تتبع لإحدى خوات إيفا، مشان هيك من الصعب إنه تصير مشكلة بين إيفا والقناة تجعلها تتوقف عن الظهور فيها. ومثل ما حكيت لكم هي حابة إنها تحقق أهداف ثانية، وأيضا الحرب أثرت عليها نفسيا وفعليا بتهتم بدراستها بشكل أكبر، مشان هيك هي توقفت عن الظهور في القناة. ممكن بالأيام القادمة والسنوات القادمة فعليا إيفا ترجع للقناة، ما بنعرف. احكولي انتو إذا بتتوقعوا هالشي يصير في التعليقات. هيك بكون عرفتكم على حقيقة وفاة إيفا في حرب روسيا وأوكرانيا. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.